من يساعد الحكومات وشركات على خفض بصمتها الكربونية والتحول لمؤسسات خضراء مستدامة؟ بالتوازي ميرا مع حاجة الدول إلى خفض انبعاثاتها من الكربون، نشأ قطاع خاص يستخدم الابتكار التكنولوجي في مساعدة الحكومات على خفض بصمتها الكربونية وصولا إلى تحقيق صافي انبعاث صفري. نعم محمد، على مدار عقد من الزمن هيئت دولة الإمارات المناخ العام لجذب استثمارات أجنبية تعمل في هذا المجال. نتابع مع حنين الصباغ. بينما يجمع العالم أوراقه لطرحها في مؤتمر الأطراف كوب 28، يطرح قطاع الطاقة على الطاولة، وهو القطاع المطالب بخفض نسبته من الانبعاثات الكربونية. فكيف تتحول الشركات والمصانع في دولة الإمارات إلى مؤسسات خضراء تساهم في انخفاض الانبعاثات الكربونية في الدولة؟ ومن يساعدها في هذا التحول الاستراتيجي الكبير الصديق للبيئة؟ رافقوني. شركة إينوفا هي إحدى الشركات الإقليمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً لها منذ عام 2014، وهي تقدم حلولاً ذكية وشاملة في مجال تحول المصانع والمنشآت إلى الطاقة النظيفة في عملية متكاملة تتداخل فيها عدة أطراف، بما يسهم في تحقيق صافي انبعاثات صفري في دولة الإمارات بحلول عام 2050. In terms of sustainability, reducing CO2 is the main impact. So either you use green energy, because we also propose a solar photovoltaic solution to our clients, or we reduce energy consumptions, and our intention is to do both. When we decided to let's say, leader in terms of energy efficiency, we immediately decided to implement such kind of monitoring system. I would say that artificial intelligence is a game changer in our industry. It can have a massive impact in terms of energy efficiency. خلال عقدين من الزمن تمكنت شركة إينوفا من تقديم حلول لشركات ومصانع في الدولة، وفرت 611 مليون كيلوات ساعة من الطاقة و6.8 مليون متر مكعب من المياه، كما ساهمت حلولها في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون بواقع 470 ألف طن، وهو ما يعني إزالة نحو 100 ألف سيارة من الشوارع لمدة سنة، و2700 بركة أولمبية، ونحو 8 ملايين شجرة لمدة 10 سنوات. وصلت إلى مول الإمارات ليس للتسوق هذه المرة، إنما لأعرفكم على مركز التسوق هذا الذي تحول إلى صرح مستدام حائز على أهم التصنيفات في ريادة التصميم البيئي والمباني الخضراء، بعد نجاحه بالشراكة مع شركة إينوفا في توفير أكثر من 53 مليون كيلووات ساعة من الطاقة ونحو 140 ألف متر مكعب من المياه. نحن الآن دخلنا إلى إحدى وحدات التبريد الخاصة بمول الإمارات لنرى كيف تعمل هذه الآلات وما هي التكنولوجيا الصديقة للبيئة المستخدمة هنا. في هذه الوحدات الضخمة المبرمجة بشكل شبه كلي، تم تطبيق مجموعة متنوعة من الحلول للمساعدة على التقليل من البصمة الكربونية، وهي تشمل نواحي كثيرة كالحد من استهلاك المياه وتعزيز أنظمة كفاءة الطاقة مثل التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء، وصولاً إلى تحسين إدارة النفايات. وقد نجح مول الإمارات منذ عام 2018 في توفير 17% من التكاليف التشغيلية. طبعاً رؤية الإمارات 2050 هي الرؤية اللي خلتنا نحن كشركة خاصة، شركة مواد الفطيم، إن نحط استراتيجيتنا من 6 سنين للحد من الانبعاثات الكربونية، وهذا شيء طبعاً الاستراتيجية مهمة بالنسبة لنا. ومول الإمارات على سبيل المثال في تقريباً 7300 ألواح شمسية محطوطة على سطح الباركينج، وتورد ما يقارب تقريباً 5200 طن من الطاقة النظيفة للمركز التجاري مول الإمارات.
وإلى العاصمة أبوظبي توجهنا. هذا المبنى الأيقوني للدار العقارية يمثل تجربة أخرى ناجحة مع إينوفا في مجال الاستدامة بدولة الإمارات، حيث بدأت الشراكة بين الطرفين العام الماضي في خطة خماسية لترشيد استهلاك الطاقة من خلال اتخاذ عدة تدابير مثل استبدال الإضاءة التقليدية بمصابيح عالية الفعالية وتركيب مخفضات المياه في المبنى. ومن أهداف هذه الشراكة توفير 1.26 مليون كيلووات ساعة من الطاقة سنوياً ونحو 600 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. لم تعد الاستدامة مفردة استراتيجية فقط في دولة الإمارات، بل أصبحت صناعة متكاملة بدأت منذ سنوات بالتحول التدريجي إلى التنمية الخضراء وصولاً إلى الحياد الكربوني وصافي انبعاثات صفر بحلول 2050، حيث ستكون المدن الذكية والخضراء في صدارة المشهد في دولة الإمارات ككل. هاني صباغ، تلفزيون دبي.